بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة يوم الخميس يوم 25/4، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. الشغل في مسجد التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. لو حضراتكم شايفين يا أخواننا، أنا صورت صورة للمسجد من خارج وشغالين برضو من الداخل أهو، زي ما حضراتكم شايفين دي مباني إحنا كده بنبني وبنعمل المدخل اللي حضراتكم شايفينه ده أهو، يعني ده بنتعمل نجارة وبيتعمل مباني وبيتعمل حدادة مع بعضهم. فياريت يا اخوانا ايديكم معانا، لكل من شارك كل من ساهم في هذا المجال الطيب، اسال الله تبارك وتعالى ان يتم علينا وعليه النعم. عاوزين يا اخوانا نخلص علشان نقدر نصلي فيه بامر الله سبحانه وتعالى. طبعا ده باقي المسجد من بره اهو، زي ما حضراتكم شايفين المسجد ده كملت المسجد بفضل الله سبحانه وتعالى. دي المدخل وادي المسجد اهو لو حضراتكم شايفين. طبعا احنا صبينا العمدان دي في اخر يوم في شهر رمضان، ولكن احنا دلوقتي عاوزين نكمل المسيره، لان بعد رمضان يعتبر ما اشتغلناش حاجه، واقفين على الحديد. بالله عليكم لو حد يقدر يشارك معنا او يساهم معنا في الحديد او في الخرسانه الجاهزه، او يعني حتى لو كل حين واخر يحاسب لنا مثلا النجار، الحداد، البنايين اللي ربنا يقدره على حاجه يا اخوانا يحاول يقف معانا فيها، ربنا يبارك لكم. ده بيت ربنا وبيت ربنا دايما مش محتاج لحد، ولكن ما تقدموا لانفسكم من خير اهم حاجه. انت بتقدم لمين؟ لنفسك. فيا ريت يا اخوانا ايدي، يعني بص فرصه الخير ما بترجعش تاني، فيا ريت لما يجي قدامك فرصه خير ما تضيعهاش. لا ندري لعلنا نعيش غدا ام نكون في معسكر الموتى. فيا ريت يا اخوانا ايديكم معانا، لكل من شارك كل من ساهم، كل من قدم كل من انفق، كل من كان سبب في بناء هذا الصرح العظيم او انشاء هذا الصرح العظيم، اسال الله تبارك وتعالى ان يجعله في ميزان حسناته وفي صحيفه اعماله. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.